اولا العمليه منظمه ولكن يعني مازال هذا هي الله البدايه ديال النهار، مازال ما كاينش واحد الاقبال اللي هو كبير ديال الناخبين، وحنا كنتمنوا ان المغاربه غادي يعني يجيو يصوتوا ويمارسوا حقهم كمواطنين كاملين المواطنه، واخا حنا عارفين هما فقدوا الثقه في النخب المتعاقبه على تدبير الشؤون لا المحليه ولا على تدبير الجهه ولا حتى على مستوى البرلمان ولا على حتى مستوى الحكومات، ولكن كنقولوا لهم بانه التغيير ما غاديش بوحدو، خصنا نشاركوا خصنا نثقوا وخصنا بالخصوص اننا ما نصوتوش على دوك الناس اللي كيستعملوا المال ولا كيستصغروا هذا الشعب، ولكن يحاولوا يضعوا ثقتهم في الناس اللي هما كيبان لهم بانهم يستحقوا يمثلوهم داخل المجالس المنتخبه، وناس اللي يكونوا كيفهموا بان السياسه هي اولا واخيرا خدمه المصلحه العامه ديال البلاد في كل المستويات، يعني المحليه ولا الجهويه ولا على مستوى البرلمان، لان هذه العمليه الانتخابيه ماشي سهله، انها عمليه مهمه في البناء الديمقراطي اللي بغيناه في بلادنا والتغيير الديمقراطي الشامل اللي بغيناه يحصل في البلاد ديالنا، ولهذا انتخابات كل ما يمكن ان نتمناه في هذه اللحظه وانه سيتم احترام الاراده ديال الناخبين، وان الناس غادي تصوت بالضمير ديالها، غادي تصوت الا كانت كتبغي هذه البلاد خصها تختار الناس اللي يستحقوا يمثلوها، هذا هو اللي يمكن نقوله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.